عقد وزير التجارة والصناعة في مصر والسعودية جلسة مباحثات موسعة بحضور عدد كبير من المستثمرين السعوديين. تناول اللقاء سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، فضلا عن تطورات الوضع الاقتصادي العالمي في ظل الأزمات المتلاحقة. اتكلمنا على أهم التحديات الاقتصادية اللي بتتغير في المنطقة كلها أو بتتغير في العالم كله. النهاردة العالم كله بيسعى، الخريطة الاقتصادية بتتغير، بنسعى كلنا إلى التكامل اللي بينا. مصر لديها فرص واعدة، والمملكة العربية السعودية برضو لديها فرص واعدة. إزاي إن احنا ممكن نحط الإمكانات اللي موجودة في البلدين؟ اتفقنا النهاردة على بعض من الموضوعات. هل ممكن النهاردة الاستفادة من السوق المصري كان يكون بوابة لأفريقيا؟ تكلمنا على موضوعات النهاردة، استثمار مشترك في مجال التصنيع المشترك ما بيننا احنا الاثنين. تكلمنا على وجود آلية جديدة للتواصل، وآلية كمان لفض المنازعات لا قدر الله في حال النهاردة ان تكون حاجة زيها هتحصل في المستقبل. اليوم عندنا توجه من سمو سيدي ولي العهد بدعم هذه الاستثمارات في مصر عن طريق صندوق الاستثمارات العامة، عن طريق رجال الأعمال، وعن طريق الحكومة السعودية. كذلك في دعم من فخامة الرئيس السيسي اليوم أنه يحل هذه التحديات بتكوين لجنة، أعلى لجنة للاستثمار. وعندنا أهم نقطة اللي هي اتفاقية حماية الاستثمارات السعودية المصرية. هذه الاتفاقية على وشك الانتهاء من رئاسة الوزراء، وهذه فعلا حتزيد من حجم الاستثمارات بشكل غير مسبوق لوجود بعض البنود التي تحمي الاستثمار السعودي في مصر وتحمي الاستثمار المصري في السعودية.